صافي أكثر من فقرة تلقاها معنا في ساعة من زمان على ديوان أفهم. Pick of the day. التصاور اللي كان عليهم الكلام في السوشيال ميديا عملوا أكثر بارتاج عملوا لي رياكسيون هما اللي نحكيوا عليهم ديما في بيك أوف ذا داي الفقرة اللي تلقاوها معنا كل نهار ثلاث والبارح رينا تصاور مزيانة بمناسبة الجي سي سي عاذ بتقنية المابينج على جدران المسرح البلدي العريق بشارع الحبيب بورقيبة تزين الشارع بهالبروجيكسيون هذية الأفيش الجي سي سي تصاور رمزية تمثل تاريخ تونس وتاريخ السينما في تونس دي فوتو جيت عليهم دي جادور دي رياكسيون حلوين من الناس. البيك الثانية في جي سي سي زيدا أمام نعرض فيلم فرطة تذهب اللي لقينا فيه نجوم الفن حاضرين في السينما تصفيق مطول برشا تصفيق ستاندينج اوفيشن لفيلم وصفوف بالإبداع اللي ديجا من المرشحين للأوسكار ينعم إن شاء الله يتوج معناها في قولوا التصفيات الأخيرة ويكون حاضر بالنسبة لجائزة أحسن فيلم أجنبي. رياكسيون زيدا كانت إيجابية لمشاركة فتحي الهداوي في البطولة بوشناق قال لي الفيلم باش يكون في قاعة السينما في تونس الجمعة ذي ابتداء من 7 نوفمبر. نمشي بكم لتصويرة أخرى هي تصاور الهالوين اللي كانوا موجودين في الميور متاع الفيسبوك بخلاف الفنانين ليلوك متاع الانفلونزرز وحتى في انستغرام العالم أجمع معناها كل الفنانين يزن جوي لجو خنقولوها فيما يخص هالوين السنة. رينا أيضا حاجة غريبة من احتفال لتلمذة بهالمناسبة ذي في مدرسة من المدارس التصويرة اللي دارت برشا برشا على الفيسبوك وتتفرجوا فيها لايف وتشوفونا فيها معنا لقات انتقادات خاصة الكيفاش يصير حاجات كما النوع ذي في مؤسسة تربوية على فكرة روحة المؤسسات التربوية الخاصة برشا منهم يجبروا خلينا نقولوها الأولياء إنهم يعملوا هكايا ديجيزمون لها الهالوين هذية وإذا كان صغير ما يشوفش معناها كيما زملائه وهكا يبدأ متنكر ولا حاجة يقول لك هي حفلة تنكر ماهيش هالوين. أما في الأخر راي تقعد هذه هي المناسبة اللي فينا المقعدين نحتفلوا بها في بلادنا. رينا تصويرة غريبة الكاميونة في شوارع تونس أيضا فوق هكا من تاني ناس لابسة لبسة سكويد جيم هالسلسلة الشهيرة اللي حكينا عليها في أكثر من مناسبة في البرنامج نتاعنا دونك اللي صورها هذايا نجم نقولوا واللي ما فهمش الحكايه شنو هي اكثر كومونتير قاعدوا يقولوا بكشي تابع الاحتفال بهالوين بكشي سيت ان تيزينغ الحاجه معينه هكا اربع ولا خمسه من الناس لابسين لبسه السكويد جيم فوق بيكا وقاعدين هكا يسوق بهم نجم نقولوا احنا وين في تونس زعما. في صفيق قصرينا بارتاج لتصاور حرائق من كل بلاصة دخان طالع في كل شيرة أم مش حريقة حريقة الحكاية وما فيها خنفصلكم شنو صار بالضبط اللي فما برشا ناس برشا العديد أيسوا من أزمة النفايات المكدسة قدام الديار وحكينا عليه وديما نحكيو عليه الموضوع هذا إلى أن توفها الكارثة البيئية في بلادنا وفي صفيقس تحديدا. دونك فما شكون نلقى الحل شنو بالنسبة لي أنه يشعل النار في الزبلة لي كومونتير بين اللي معاه بين اللي قالوا ما فما حتى حل غير هكا وفما اللي قال بالعكس هكيك تولي حالة اختناق خاصة في البلايس السكنية والناس اللي عندهم ضيق نفس كيفاش باش يعملوا الله أعلم معناها بهرويح هذيا اش فيها من مضرة زادة هل نعالجوا مشكل بمشكل آخر على شكون المسؤولية وجديد القرارات اللي تهم الوضعية البيئية تسمعوهم أكيد في نشرتنا الإخبارية على ديوان FM. Speak of the day. تصريحات جورج إرداحي اللي قال فيها أنه حرب اليمن عبثية واللي خلقت أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية بما أنه وزير إعلام قال إنها مسؤولية على اللي صار في اليمن يمكن قاعدين نتابعوا في أزمة دبلوماسية كاملة بعد تصريحات جورج الإرداحي ومش كان السعودية في مشكل مع لبنان حتى قطر أيضا الكويت المشكلة اللي خلى الحكومة اللبنانية تلوج حلول ممكنة يمكن شي توصل لإقالة جورج إرداحي كحل شكون يعرف خاصة أنه ما جاوبش إيجابيا مع الموضوع لا اعتذر ولا حتى شيء الموقف اللي خليه بطل شعبي نجم نقوله في اليمن وهاكم تشوفوا في التصويرة معنا اللي تفرج فينا لايف على الفيسبوك تصويرة أفيش كبيرة في شوارع اليمن وتبدل اسم شارع الرياض بدلوه باسم شارع جورج إرداحي أزمة كان فيها دي كومنتير بين اللي معاه بين اللي ضد بين اللي قال رأيه هو حر فيه واللي قال مدى مزير معناها الرأي متاعه يمثل دولة كاملة وهذا اللي خلى هالمشكل الله أعلم كيفاش بشوفه في آخر تصويرة في بيك أوف ذا داي لليوم.